بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة شارع سلمان الفارسي. هنا في أطقم عشاء جديدة 16 قطعة بكام؟ ب89 ريال. اي منها اشكال كتيرة، في اللون البنك ده والازرق اهو والافوايد، وفي الرصاصي، رصاص سادة يعني، وفي الابيض على كام؟ على 89 ريال. دي حاجة جديدة قلت اصورها لكم. اطقم 10 16 قطعة، هما كلهم متغلفين طبعا، الاطباق بتاعتهم حلوة برضو، شكلها حلو. 16 قطعة بس، دول بس اللي معروضين بره الكرتون. انا لما لقيتهم كويسين قلت اصورهم لكم. في برتقالي، في لون برتقالي اهو 89 ريال اهو، 89. طبعا دي اطقم صيني. بكم الطقم ده؟ ب189 ريال. حلو شكله، شكله حلو، 189 ريال. بس كم قطعة بقى؟ خمسة وخمسين قطعة. الطقم ده ب189 ريال، 55 قطعة. والطقم ده شكله حلو برضه، 10 قطع. شكله وعد كرتون، ما شكلهم زي بعض، بس واحد بيضاء وواحد مدور. 109 ده بكام؟ لا ده ب 200 239 ريال، بس اكيد ده عدده اكبر يعني. 76 قطعة، 67 قطعة. الشكل ده 67 قطعة. في أطقم سفرة، طقم سفرة، طقم شوربة، بس الألوانات بتاعته مش عارفة، مش ده ب115. الطقم ده 115 بس مش مكتوب كم قطعة. 115 ريال، لون رخامي في ذهبي. من اللون ده واللون ده واللون ده، مية وثمانية. الشكل ده 108، وده برضو 108، بس كم قطعة مش عارفة. خمستاشر قطعة، ده 15 قطعة، وده 16 قطعة. ايوه ده 16 قطعة، وده 24 ريال. الطقم ده كم؟ ب60 ريال و24 هللة، 60 ريال و24 هللة. ده ب60 ريال و24 هللة، 13 قطعة. ده بقى 69 ريال، برا دي 6 أم كلثوم.
يعتبر برضو طقم كده. ₹97 للطقم ده، والغطا بتاعه بيتعلق هنا. ده زي بوفيه كده، سخان بوفيه، والشمعة بتتحط تحت هنا. ده برضو سخان بوفيه، شكله حلو وذهبي. سكينة يا رب سمحي. دي كانت جولة كده، نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.